مساكم الله بالخير مشاهدينا، نطلع عليكم عبر برنامج نور رمضان، ساعة فيها مواضيع كثيرة تهم الأسرة وكذلك تهم شهر رمضان الفضيل، سواء احنا نتكلم من صحة أو غيرها، إضافة إلى مراسلين اللي راح يكونون متواجدين معنا ويغطونا بالتقارير وكذلك التغطيات المباشرة بجميع المحافظات. مساء الخير. مساء الخير ديمة، ومساء الخير على كل الناس اللي يتابعونا، وإحنا نتمنى لكم حلقة مميزة. نبلش من أبرز العناوين. أسواق بابل تشهد تزايدا ملحوظا بحركة التبضع والأسعار تتفاوت. لصيام صحي، إرشادات لمرضى السكري في شهر رمضان. أكثر من 29 عمل فني ودرامي ضمن سباق رمضان لعام 2024. مشاهدينا، أول أخبارنا رح نبتديها من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الذي أعلن عن حجز الدراجات النارية التي لا تلتزم بالإشارة المرورية ولمدة 30 يوما، وذلك بعد أن بدء العمل بنظام المرور الذكي، إذ لاحظت الجهات المعنية في وزارة الداخلية التزاما كبيرا من قبل سائقي المركبات بهذا النظام على عكس سائقي الدراجات النارية. المرور أوضحت أنها شهدت التزاما بقواعد السير وإجراءات السلامة في الأيام الأولى من تطبيق النظام الذكي، مبينة أن مديريات المرور ستعمل على تفعيل هذا المشروع في عموم محافظات العراق، وأن رصد المخالفات ستشمل السيارات التي تحمل أرقاما شمالية ولا يستثنى منها أحد. مشاهدينا، إلى خبر آخر، أكد قائم مقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي أن نسبة إنجاز المرحلة الأولى من مجسر تقاطع كنعان كوت السياحي حققت نسب إنجاز متقدمة وصلت إلى 95%، لافتا إلى أن هذا المشروع يعتبر إحدى المشاريع المهمة اقتصاديا من خلال ربط مناطق غرب المحافظة وجنوبها بالعاصمة بغداد والمحافظات المجاورة وفك الاختناقات المرورية. حيالي أضاف إلى أن هناك مرحلة ثانية للمشروع سوف تحال للتنفيذ قريبا، وهناك نية بإكساء الشارع السياحي الذي يربط بالعاصمة بغداد بمدينة بعقوبة وبقية الأقضية، وهناك مجسرات أخرى سوف يتم إنجازها مثل مجسر تقاطع حي المصطفى وتقاطع جرف الملح وغيرها من المجسرات. مشاهدينا، في سياق منفصل، أكدت وزارة الزراعة أن الدعم الحكومي أسهم بزيادة إقبال الفلاحين على الخطة الزراعية الشتوية للموسم الحالي، وذلك بعد التوجيهات بدفع مستحقات الفلاحين خلال 10 أيام، فيما أشارت إلى توسيع المساحات المزروعة متوقعة ارتفاع معدل الإنتاج. وقال المستشار لوزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي أن الوزارة خلال العام الجاري توسعت في الخطة الزراعية بالاعتماد على المياه الجوفية ومنظومات الري بالرش الحديثة، لافتا إلى أن هذا الاستخدام سيوسع المساحات المزروعة ويقلل من هدر المياه ويزيد من الإنتاجية، ونتوقع أن يكون إنتاج الموسم الحالي أعلى من السابق. مشاهدينا، طبعا شهر رمضان فيه كثير من الأمور، والأشخاص يمكن بشكل عام يتجهون إلى الأكل ويكون الأكل شوية زيادة بالليل، فبالتالي لازم يكون واحد يحافظ بلال على رشاقته. مو شوية زيادة، هواية زيادة وكلها شنو بلال؟ حلويات وكالوريز وسعرات حرارية. أنا البارحة بالليل أنت ما فاضل. والله كانت نيتي أروح على أبو لبلبي.
النية كانت لبلبي، لقيته محول على حلويات. فأنت رحت برمضان حلويات. يعني شو أسوي بعد؟ لا، أنت يعني ما فاطر البارحة مو؟ لا ما فاطر. شفتوا؟ أيوة ما فاطر وياكل حلويات. أيوة حتى وقت الفطور أي والله، وحلويات يعني كمية جيدة كانت. لا على مود هيك لازم واحد يهتم شوية بالرياضة مو؟ أي والله المفروض نبلش رياضة. هو دائما يقول لك يعني شهر رمضان واحد لازم يستثمره. اي صح. فهو مو فقط اكل حتى صح. رياضه، لذلك لازم. احنا من خلال برنامجنا نور رمضان عندنا فقره ثابته عن الرياضه، وخصوصا شنو التمارين اللي ممكن تساعدكم في هذا الشهر، نتابع. يلا. مرحبا مشاهدي قناه تيوتي في فقره رياضيه جديده. اليوم وياكم كابتن عبد الله، راح نبلش تمارين بايسبس وترايسبس باستخدام الدمبلز. راح نبلش عمليه حمام من 10 دقائق الى 15 دقيقه. خليكم وياي. 1 حرك 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. good. حرك جسمك الجانب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. سو عملية مع الهامسترينج واللور باك. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. good. صدر جديد ونسحب up 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 up. ثبت نحسب 1 2 3. good. بعيدنا فوق، نسحب من الكوع، نسوي سويتش. good. راح نبلش بأول تمرين اللي هو باستخدام الدمبلز. بلش بايسبس، مد الإيد مستقيمة، سوي فوق pull. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. راح نسويها سوبر سيت ترايسبس. خلف الرأس، سو مستقيم، ادفع فوق. 1 2 3 4 5 10. up. بدل سويتش up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. good job. هسه راح نرجع تمرين بايسبس أمر مطلقة up والناس، سوي hold أيضا. 1 2 3 4 5 6 7 9. أي وزن ثقل عندنا، بطل مي، إذا ما عندنا دمبلز أو أي شيء ممكن يكون الأوزان متساوية بي. good. هسه راح نسوي سوبر سيت اللي هو ترايسبس. بنسحب أي كرسي أو أي شيء. قيس على مدار رجل واحد أب ثابت. 2 1 وصعد فوق. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. good. هسا نرجع للدمبلز، نجي ناخذ تمرينين بس سويين سوبر. up 1 نرجع هامر. اوكي بدي العضلة. 2 3
فور فايف سكس كمل تين ريبس ونختم باخر تمرين اللي هو ترايسبس مجرد انحناء بسيط ناخذ زاويه 90 اب ونصعد 1 2 3 4 5 كمل 10 ريبس نبدل السويتش اب زاويه 90 ندفع اليد للخلف 2 3 4 5 نكمل 10 تكرارات من اربع جولات الى ثلاث جولات على حسب قدرتك واستطاعتك والوزن شوي شوي تقدر تزيد. نختم وياكم فقرتنا اليوم ونرجع لكم الاستوديو. اذا مشاهدينا بعد الرياضه والحماس اللي صار عندنا واليوم قررنا يعني ديما مصره انه تشارك بالجيم. لا وشنو قلنا؟ قلنا 45 دقيقة قبل أيه. الفطور هي نستثمرها انه واحد يمكن يروح يمشي او يغير جو يعني حتى لو حتى بالمنطقة باي شيء يعني اهم شيء يكون اكو حركة. هاي اخر 45 دقيقة واعتقد راح نطبقها ونقول لكم بعدين ان شاء الله النتائج. نروح فاصل ونرجع لكم. شهر رمضان يواجه بعض المصابين بالأمراض المزمنة صعوبة بعملية الصيام ويتساءلون دائما حول إمكانية صيامهم وشنو تأثيره على صحتهم العامة وبالأخص مرضى داء السكري اللي عندهم جدول دوائي يومي خاص بهم والصيام معناه إعادة جدوله وترتيب لأوقات تناول العلاج. صحيح بلال، إلى جانب مواعيد أخذ العلاج يتردد مريض السكري من نوعية الطعام اللي يمكن هو لازم يتناوله على مود يحافظ على مستوى السكر بالدم منتظم وما يتعرض للاضطرابات أو المضاعفات الصحية. هذا الموضوع راح نتكلم فيه مع ضيفنا دكتور محمد سامي تركي المتخصص الدقيق في داء السكري للبالغين. أهلا وسهلا ومساء النور ورمضان كريم. أهلا وسهلا بكم ورمضان كريم. أهلا وسهلا بي. عليكم وعلى متابعينكم. دكتور، يعني احنا بشكل عام برمضان اي شخص كان حتى لو كان سليم ما بأي مرض هو يتخوف من شنو ممكن انه يتناول بعد هذا الصيام بعد هذه الساعات، شو ممكن تأثير السكر على جسمه وما الى ذلك، فما بالك من فئة هم مصابين بالسكر. خلينا نتكلم تحديدا عن رمضان وشو ممكن ان هم بعيدا عن الجدول، يمكن راح نتكلم عن الجدول ولكن خلينا نتكلم عن الغذاء تحديدا برمضان. والله حقيقة يعني فئة المصابين بالسكر هم فئة واسعة بالمجتمع. نعم. وهاي التفاتة معكم جميلة أنه أنتم تسلطون الضوء على هاي الفئة. واجب بالمجتمع. هذا يعني. نعم. وهم طبعاً المرضى معفين الله سبحانه وتعالى مثل ما كلف الناس أعفى. ليس على المريض حرج. نعم. ومن كان منكم مريضاً على سفر فعدة من أيام الأخرى. بس مع هذا أكو ناس مصرين على الصيام. فإحنا مرضى السكر مثل ما تعرفون هو أنواع من السكر النوع الأول والنوع الثاني. سكر الحمل ومزمن يعني سواء ايام مزمن. اخر شو وقت يعني ايام اخر يعني هو احنا استشهدنا بالايه الكريمه. اي يعني ممكن احنا ما تشمل ابو السكر هاي. لا ممكن الاجواء الحاره يقضيها بالشتاء. أيه. هذا ممكن اذا اريد يعني أقل. هاي الامور الدينيه احنا انا ما اريد اقصد على الدينيه. نعم. يعني دا اقصد على انه نوعيه المرض هو اللي نوعيه المرض ما تقدر. هسه احنا راح نتكلم على هذا الموضوع دكتور. عفوا بس هسه انت من تقول انه هم مرضى سكري وما عليهم الاغلبيه يقول لك انا اصوم. نعم. وقت اني اقدر انه اشوف نفسي اقدر فانا فيها خلاص اكمل. نعم. وقت اللي انا احس نفسي تعبت وما اقدر في ذاك الوقت يمكن ياخذ بعين غير اعتبارات، لذلك خلينا نقول شلون ممكن يصوم مريض السكري؟ حيكون هذا السؤال. نعم. الحقيقه النوع الاول احنا طبيا انه ما ننصح بصيام المريض من النوع الاول، النوع الاول اللي يصير بصغار السن واللي يتعاطون الانسولين. أه. هذا النوع احنا طبيا ما ننصح به. بس احنا مع هذا طبعا والحوامل كذلك، الحوامل سكر الحمل او الحامل المصابه بالسكر الاول او الثاني طبيا لا ينصح بالصوم. طبعا بالمناسبه حتى دينيا انه اكو موافقه الراي الطبي الا اذا كان المريض معفي من الصوم انه دينيا كذلك معفي من الصوم. اما النوع الثاني فهو عوامل خطوره مثل ما تفضلتي
اكو ناس مع انه هم معفين من الصوم بس بما انه شهر فضيل مصرين على الصيام. هذول الناس اضافة للنوع الثاني اكو معطيات نشوفها عند المريض، اذا هذه المعطيات ممكن صيام المريض يصوم، واذا ما ممكن الصيام احنا قلنا انه بداية الامر النوع الاول ما يصوم بس مع اصراره فحسب المعطيات. المعطيات طبعا اهم اثنين من المعطيات هو ضعف الكلى وهبوط السكر، عدم الإحساس بهبوط السكر. هذا يعتبر عوامل خطورة. هو يصنف أنه قليل الخطورة، متوسط الخطورة، عالي الخطورة. إذا قليل الخطورة بالإمكان الصيام والمتابعة. متوسط الخطورة مراجعة الطبيب، تعديل بالعلاج، تعديل بحالة المريض. عالي الخطورة معفي من الصوم طبيا. فإحنا قلنا هسه أهم اثنين هو هبوط السكر، عدم الشعور بهبوط السكر ولو مرة واحدة أسبوعيا، ضعف الكلى، أمراض القلب، السكر أكثر من 10 سنوات، الحامض الكيتوني سابقا، هو خبرته برمضان السابق ممكن المريض عنده جهاز قياس سكر ويعرف شلون يقيس. إذا هاي المعطيات موجودة، طبعا الناس الكبار السن أكثر من 70 سنة عندهم وهن عام، هذولا إذا كانت المعطيات قليلة فبالإمكان الصيام. إذا المعطيات متوسطة راح نتكلم بعدين شلون راح نبدي نقلل نعدل بعلاجهم، وإذا المعطيات عالية فما ننصح بصومهم. نعم جيد. هسه احنا نريد نعرف يعني هو مو الإنسولين العلاقة بالصيام، انه إذا كل ما زاد الصيام كل ما قل يعني يهدئ الكبد ويهدئ هاي التفاصيل. يقولون دائما الصيام متقطع مثلا هم مفيد لأبو السكر. ليش الصيام العادي ما يفيد أبو السكر؟ يعني حقيقة علميا يعني علميا هو الإنسان من يبدي يتناول السكريات يبدي يصير السكر هو مصدر للطاقة بجسم الإنسان، يعني سكر خارجي. بس الإنسان من يعني يمسك عن الأكل والشرب فراح يكون الكبد هو مصدر من مصادر الطاقة للجسم، فهذا الكبد مرات يضطر إلى طاقة مو هاي الطاقة السليمة، يعني طاقة مثل الكيتون يصحوا للكيتون بدي زين. هسه نعم. هو اليوم وهذا يؤدي إلى حامض كيتوني، ارتفاع الحامض الكيتوني. حتى نعرف هسه أنا ليش أريد أعرف هذا، حتى نعم. أهل التغذية يقولون مثلا أنت من تقعد لا تأكل، نعم لازم تبقى وقت مو مباشرة أي مو نعم. تبقى كل ما طول الوقت كل ما أفضل، يعني هاي بدون الصيام دا أحكي. نعم كل ما أظل الوقت مثلا 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات يلا تأكل. هذا أفضل. نعم صح. يعني هذا الموضوع ممكن طبيب التغذية أدق من عندي بأنه شقد الوقت شنو الأكل أحسن أو مو أحسن للإنسان العادي. بس إحنا لا، مرضى السكر إحنا مرضى السكر يعني ننصحهم بالالتزام بالمواقيت. نعم. وإذا أصر على الصيام في شهر رمضان هاي تكون ممكن بادرة للالتزام بالمواقيت. هسه إحنا نشوف ناس الصبح ب 12 الظهر لا يتريق أو مثل 4 العصر ب 12 بالليل، هذا مع مريض السكر هذا مو صحيح. نعم. فاحنا ما ننصح به. طيب دكتور محمد خلي نعم. نرجع انت يمكن بدايه الحديث خليتنا الصوره تكون اوضح انه نعم. شلون قسمتهم والفئات وشنو الاشخاص اللي ممكن انهم يصومون. نعم. فنفرض انه جاك مريض وهو عنده قابليه انه يصوم، معطياته كلها تشير الى انها متوسطه قليل الخطوره، قليل الخطوره، فبالتالي راح يصوم. راح يكون اكو هناك اكثر من سؤال. السؤال الاول شنو هو النظام الغذائي الصحي اللي يبتدي فيه مثلا. نعم. اضافه الى شنو افضل هو جدول، مو فقط يعني تنظيم المواعيد الحق الادويه حقن الانسولين او غيرها الادويه. فبالتالي عندك فئتين راح نجي على موضوع الاكل وموضوع الادويه. نعم. بالنسبه للاكل اول شيء احنا ننصح مريض السكر بتناول وجبه السحور. اكو ناس هسه كثير من المجتمع ما يتناولون او ياكل ب 12 بالليل وممكن يتركها وينام. احنا اول شيء لازم يلتزم بالافطار ويلتزم بالسحور، وبيناتهم ممكن ياخذ وجبه خفيفه سناك. فالوجبه الرئيسيه احنا كان قبل بالايام العاديه هو الوجبه الرئيسيه هو الريوق الاوليه، وانه بيبدا الغداء وانه بيبدا العشاء. احنا بالسكر اثناء الصيام السكر راح يصير عندهم افطار وسحور. بالنسبه للافطار راح يصير الوجبه الرئيسيه 40 إلى 50%، وجبه السحور 30 إلى 40%، ما بيناتهم ممكن 10 إلى 20% من كمية الطعام اللي يتناوله. بالنسبة احنا ما نفضل يعتمد على نوع واحد من الأكل، مثل ما تعرفون اكو نشويات واكو بروتينات واكو دهون واملاح. فيفضل انه تكون الوجبة مع الافطار هي يعني متنوعة. سكريات ويفضل ان تكون السكريات المعقدة
مثل الخبز الأسمر أو القسم من الفواكه السكريات الموجودة بالألبان، هاي تكون تقريبا 50%، ويحتاج نشويات. النشويات اللي لونها أبيض يصير مثلا الخبز، الصمون، المعجنات، هاي يفضل يقلل من عندها، وإذا أراد يتناول من عندها يأخذها بس بالأفطار. بالنسبة للبروتينات، الأسماك، الدواجن منزوعة الجلد، الحليب، البقوليات، هاي أيضا نسبتها تقريبا من 20 إلى 30%. الدهون يعني لازم أن يكون دهون موجودة بالوجبة، الدهون نسبتها أقل من 35%، ويفضل أقل الدهون. طبعا أنواع الدهون هي الأحادية أو المتعددة الغير مشبعة، اللي هي موجودة بزيت الزيتون، موجودة بتباع الشمس، وموجودة بزيت الذرة. يفضل يأخذ هاي الأنواع مال الدهون. طبعا وشرب السوائل جدا مهم، بس السوائل يعني مو يشرب مثلا عصير ويخلي عليه سكر، أو عصير طبيعي ممكن ياخذ بدون سكر. نعم، بدون اضافه السكر. يقولون العنب مو زين. العنب والرمان ايضا يفضل التقليل من عندهم. نعم، وطبعا وهاي الفتره بين السحور والفطور يعني يكثر من شرب السوائل، ويقلل من الشاي، يقلل من القهوه، الكولا، هذني يعتبرن اشبه بالمدرر، فراح يولدن عطش، وبالتالي انه ما يبقى السحور. وجبه السحور هي اقل من وجبه الفطور، بس ضروريه جدا. طبعا بالمناسبه سواء مريض السكر او المريض العادي او انسان العادي، يفضل انه وجبه الطعام ما تقل عن 30 دقيقه، ياكل ببطء، لان الدماغ يحتاج على اقل 30 دقيقه يلا يحس بالشبع. 30 دقيقه ياكل 30 دقيقه بس مو ياكل يعني راح زايد. اي ف وجبه السحور ايضا تتكون من هاي المكونات الثلاثه، بس يفضل بوجبه السحور الاعتماد على البروتينات وعلى الدهنيات. بها فائدتين، اول شيء انه العطش راح يصير اقل، مو سكريات، راح نعطش بالنهار بس التكة تسوي عطش. اي وال لا، دواجن منزوعه الجليد، التكة اذا عليها عليها ملح او شيء ممكن تسوي. احنا ما نفضل لا نضيف ملح ولا نضيف سكريات. فهاي راح اول شيء يقلل العطش والشعور بالشبع. بالنسبه للادويه، نظام الادويه، بالنسبه للادويه، الادويه هو او النوع الاول اللي هو يتناول الانسولين 3 مرات. أكو الإنسولين نوعين، نوع يصبح طويل التفاعل ينوخذ 24 ساعة، ونوع ينوخذ قبل كل وجبة قصير. إحنا طويل التفاعل يفضل أخذه وقت وجبة الإفطار، وتقليله تقريبا من 20 إلى 30%. أما اللي ينوخذ قبل كل وجبة الظهر، راح يكون ماكو أكل، تبقى عندنا السحور والفطور. الإفطار يأخذه نفسه كما هو، شلون كان يأخذ بالأيام العادية وقت الريوق. أما وقت السحور تقليلها من 30 إلى 50% تقليل الجرعة مال الإنسولين. إذا هذا الإنسولين اللي يصبح له طويل التفاعل واللي يأخذ قبل كل وجبة، إذا إنسولين ينوخذ مرتين يصبح له المخبوط، إذا ينوخذ مع الإفطار كامل مع السحور تقليل 50%. أما الحبوب، بس أكو نوع خاص من الحبوب يعني لازم ننتبه له. الناس يصيحوا له الدوانيل، صح ولا الفرنسي، صح ولا القبرصي، هذا المتعارف، هو اول دخل للعراق. هذا طبعا يفضل ان يقطع ويستبدل بعلاجات من نفس العائله. اما علاج مثل المساعد ينوخذ مرتين يبقى سحور وفطور، ينوخذ 3 مرات تصير الوجبه يعني الافطار حبايتين ووجبه واحده بالسحور، اذا كان هو ياخذها بهالترتيب. بقيه الادويه يعني ما يسع الوقت انه نذكر كل الادويه، بس بشكل عام بدون تغيير، ولا ينصح ببدء علاج جديد اثناء رمضان. وذن الأبر هاي النقطة اللي ليش ما ينصح استخدام علاج جديد؟ مثلاً علاجات اللي تكون مدررة للسكر، يعني أثناء رمضان ما راح نعرف المعايرة، مثل ما تفضلت، ما راح نعرف المعايرة الدقيقة مالتها، ممكن تصعد لنا وظائف الكلى، ممكن لازم نخضع التجربة قبل هي. فهاي نخضع التجربة تقريباً من 2 إلى 4 أسابيع. والأبر الحقن اللي هم ياخذوها حقن مو انسولين، أبر أو زنبيك، سكسندا، جاي ياخذوها للسمنة وياخذوها للسكر. بالنسبة لمرضى السكر أيضا ماكو أي تغيير إذا كان هو بادي عليها، بس لا يزيد الجرعة أثناء رمضان. ليش تأثر هذه؟ إيه، إحنا أثناء رمضان يعني العلاجات بها آثار جانبية، إحنا نريد نحافظ على ما هو موجود، ما اريد نطلع لفد عرض جانبي اخر او مشكله ثانيه. شنو تاثير هالاوزمبيك ولا السكسندا والاوزمبيك؟ ممكن تسوي التهاب بالبنكرياس، ممكن تسوي تقيؤ
وألم بالبطن وهذا كل شيء يعني مضر أي أثناء الصوم. صحيح. نعم. صحيح. دكتور محمد يعني أثناء حديثك يعني الواحد صراحة قبل شهر رمضان لازم يكون مسوي يكون أكو مراجعة مع دكتورة على مود من عندها موضوع الأدوية إضافة إلى هل هو الشخص يمكن أن يصوم أو لا. نعم. فبالتالي شنو هي الإجراءات اللي يمكن أنت تتبعها مع أي مريض يجي لك غير اللي البداية قلتها أنه ممكن تخليه يتأهل أنه أنت تقدر تصوم أو أنت يمكن تصوم بين يوم ويوم لأن أنت تعرف الناس يمكن يردون يصومون حتى لو هم كانوا مرضى. والله أول شيء المريض نشوف التاريخ المرضي مالته، إذا عنده أمراض تتعارض مع الصوم كان يكون مصاب بالسكر وجلطة دماغية يفضل إذا كانت حادة يفضل عدم الصوم. إذا كان الكلى مثل ما قلنا أنه الكلى أكو ضعف كذلك أنه ما يصوم المريض. إحنا نسوي له تراكمي تحليل السكر ونسوي تحاليل للكلى ونعطيه هاي الإرشادات والتغيير بالعلاجات ونشوف هو يقع ضمن قليل الخطورة متوسط الخطورة عالي الخطورة. عالي الخطورة نقول له الصوم، متوسط الخطورة نبدأ بهاي التغييرات اللي حكينا عليها، قلل الإنسولين، وقف الحب، هذا لا تستخدمه. والناس اللي هم قليلين الخطورة ممكن يباشر بالصوم، بس إحنا المهم هو قياس السكر. أول تقول لك المتابعة يعني بعد ما مثلا اجا وانت قلت له مثلا ممكن انت تصوم، فهل لازم يكون هناك مثلا بعد اسبوع او اسبوعين يكون متابعة مع حضرتك يكون اكو فحوصات ثانية؟ نعم، اذا كان اكو ضعف بالكلى وهذا قلنا عامل خطورة مهم وهبوط السكر الغير محسوس به هذن مهمات، فيفضل اذا اصر المريض على الصوم هو مع ما انه معفي المريض، اذا اصر على الصوم فيفضل عمل تحاليل كلى كل اسبوع وقياس السكر. المريض اللي ما يتناول انسولين يعني اللي ما يتناول انسولين فمرتين، افضل مره هي يسويها بعد الافطار، والمره الثانيه متى ما حس بعلامات انخفاض ارتفاع يعمل تحليل. المريض اللي ياخذ انسولين 7 مرات، ثلاث مرات بالنهار، ثلاث مرات بالليل، ومره واحده ايش وقت ما حس نفسه عند ارتفاع عند انخفاض يجب ان يعمل هالتحاليل. نعم دكتور محمد سامي تركي المتخصص الدقيق في داء السكري، شكرا لتواجدك معنا. الله يحفظكم، حياكم شكراً جزيلاً الله. اهلا وسهلا. نعم مشاهدينا احنا مكملين لكم باقي فقراتنا، فاصل نرجع لكم من بعده. السنوات الأخيرة شهدت الدراما العراقية حضور ملحوظ وتنافس بين شركات الإنتاج، وهو ما عد نقاد بالتطور الإيجابي رغم التحديات والظروف اللي مر بها العراق مقارنة بالإنتاج العربي اللي عنده تاريخ طويل بالإنتاج السينمائي. مؤخرا وخاصة في رمضان هذا العام شهد المتابع العراقي العديد من الأعمال التلفزيونية وسط تنافس الفضائيات العراقية على إنتاج البعض منها، كما حصلت بعض الأعمال على مشاهدات مليونية في حلقاتها الأولى. أكثر من 29 عمل عراقي بالسباق الرمضاني لهذا العام، وهذا الرقم هو الأكبر مقارنة بالسنوات الماضية، ما يثير تساؤلات عديدة حول تطور الدراما في العراق وتحدياتها محليا وعربيا. احنا اليوم نريد نناقش يعني هذا الكم من جانبين. الجانب الاول، هل احنا جاي نمشي بالطريق الصح؟ وهل التجربة دا تفيدنا ودا تطورنا؟ لو هو مجرد كم ما بي خطط صحيحة، ما بي فائدة من يعني بالمستقبل. من ضمن اليوم اختارينا شخصية مهمة، لأنه اليوم هسه صارت كثرة الإنتاجات أو شركات الإنتاج، لكن أكو ناس أنتجوا في وقت صعب، في وقت كان مخاطرة بالإنتاج، كان مو أي منتج يقدر يذب فلوسه على مود عمل وممكن يربح وممكن ما يربح وممكن يخسر. فبذيك الفترة كانوا أكو مجموعة من المنتجين، هم طبعا على عدد الأصابع، كانوا يجازفون في سبيل تبقى الدراما مستمرة وتبقى. اليوم ويانا الأستاذ نبيل طاهر بضيفنا لهذه الحلقة حتى نسولف وياه كل هالتفاصيل. أهلا بك. مرحبا. مرحبا. مبارك عليك أكيد أعمالك وسهاماتك، ونتمنى لك التوفيق. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. إحنا هالسنة شوية يعني انطيناك استراحة ويانا، رحت يم غيرنا، بس احنا فرحانين كنا واحد ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا طبعا. أكيد.
استاذ نبيل اريد اعرف انت رؤيتك بالبدايه من شفت البروميشنات وشفت هوايه اعمال شو تقول؟ هي اكيد سعاده، اكيد فرحه. هذا الكم بعد انقطاع والحصار طويل بالدراما العراقيه، بعد منعطفات كبيره مرت بالدراما العراقيه، وصلنا الى 29 عمل درامي عراقي. احنا رقم 2 الان بعد مصر، صحيح. احنا تجاوزنا الخليج، تجاوزنا شركات انتاج عملاقه الان تنتج المنصات. طبعا اكيد اليوم مو بس فضائيات، معيار الان بدا يتخذ اتجاه اخر نحو المنصات. ف 29 عمل يعني رقم مو سهل، صحيح. هذا العدد حضرتك تفضلت بجمله مهمه جدا، يحتاج فقط الى تخطيط حقيقي حتى نقدر نفرز نوع صح. نعم. اليوم الدراما مو للاستهلاك المحلي فقط، احنا فضائيات، صحيح. ما قاعد نعرض على قنوات ارضيه، صح، تمام. فمحتاجين نتعاطى ونتعامل مع كل الناس اللي ممكن تشوفنا. الوصول لهم يحتاج تخطيط صح. احنا حتى نتحول، بالمناسبه ترى احنا لحد الان بثنا فضائي بس وصولنا قليل. لا 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 بالعكس، لا يعني هسه بدينا نبلش نوصل. نعم 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 نعم. يعني السنه الماضيه، السنه الماضيه ايه؟ انتقام روح كانت نسبه مشاهدات من السعوديه كبيره، حلو. خان الذهب انعرض على ام بي سي عراق، صح، مش على ام بي سي الام، نجح ان عملت من عنده نسخه سعوديه، ايه، تمام. هدف الفضائيات العراقيه للمشاهدين، نعم، للجمهور. نعم. أيه. استاذ نبيل، يمكن اثناء حديثك ذكرت نقطه اللي قلت انه هي المعيار. نعم. اليوم المعيار بوجود هذا العدد جدا كبير، شلون احنا نقول انه هذا العمل هو ناجح؟ هل هو احنا راح نعتمد على المشاهدات ام على الجدل ام تقييمه من قبل النقاد؟ قد ما اتفق ويا النقاد، لانه احنا لو جينا عرفنا الانتاج الدرامي، ايه، الى تارجت اكيد هو المشاهده كنوع، هو من ضمن انواع الانترتينمنت، تمام. فهذه المتعه اللي حتى نقدمها للعائله ونقدمها للفرد اللي راح يشاهد، هنا تختلف الذائقات من ذائقه لاخرى، من مجتمع لاخر، من مدينه، والفئات هم. والفئات، احسنت. يعني هسه اكو فئه تروح لليوتيوب، نعم، اكو فئه لا تحب على الشاشه تشوف العمل. هذه الاشياء بتتحدى القنوات بتوجهاتها. قناه مثل اكس تقول انا اروح للفئه الشبابيه، قناه مثل واي تقول انا اروح لفئه العائله الام والاب، قناه فئه كذا تروح اقول للكيدز. فهي بدها تحدد معايير المشاهدات. ما توقع اليوتيوب عمره كان هو معيار المشاهده او عمره معيار النجاح، صح، ابدا. اعمال عظيمه عرضت ما جابت ذاك الكم الكبير من المشاهدات، لكن حققت رواج وعالقه بالذاكره ولحد الان نذكرها. طبعا، صح. لا، والناس تشوفها بالتلفزيون. طبط. ناس اصلا كل وقتها تشوفها بالتلفزيون. بالضبط. وترجع ترجع تشوفها كانه لاول مره، صح. نعم. واعتقد شويه متعه الشاشه بالتلفزيون يختلف على اليوتيوب. جدا تختلف، يعني مثل ما حضرتك تشوف فيلم سينما، ايه، بالتلفزيون، صحيح. أكو كل من الى مكانه، اكيد، ولا وقته. انا لما انتظر انه تطلع الحلقه الفلانيه الساعه 10 اكون قاعد منتظر، ايه، لما تخلص ازعل لانه اذا كان العمل مهم، صح، شي يجيب بكره حتى اكمل الحلقه وياه واشوف المشاهد، صح. لما اذا حط على اليوتيوب سطر واحده بعد ثانيه، صح، واروح اجيب لي فنجان شاي، ايه، او اسوي، لا، هذا العمل التشويق ممكن هو جدا هي واحده من اسباب نجاح العمل الدرامي. نعم. استاذ نبيل، ايه، يعني هل برايك اليوم ضعف التسويق يخلي يعيق عبور الدراما العراقيه حدودها الدوليه؟ قد اكون شويه جارح وقاسي هنا بهي النقطه بالذات. قلنا من الشركات العراقيه اللي الان مهتمه بموضوع التسويق، قله جدا. اللي تشتغل اساسا، احنا استاذ بلال لما نحضر الورق، لما نجيب الفكره، نبدا من الفكره الى ان نختار الكاتب، الى ان نحضر الورق او يجينا نص جاهز عن طريق الكاتب، الى 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 المونتاج الفاينل، هاي كلها لها بروسيجر ومعايير. القناه المحليه تختلف عن قناه عربيه، تختلف عن منصه، ايه، تختلف عن المنصه الفلانيه عن المنصه الفلانيه، صحيح، تمام، زين. فانا حتى اسوق علي انه ابدا احضر هذا المشروع من اين التسويق قبل ما اوصل بي او سي او دي او زي. ضعيفين بالتسويق؟ صدقني اليوم بجال المنصات ماكو ضعف ابدا، المنصات مفتوحه ابوابها. عندك اكو اعمال بدها تنظلم. شنو الظلم؟ وين تظلم؟ يعني ما يشوفها الناس، ما توصل للناس. العرض احنا عربيا يمكن يعني. ايوه، فنيا قد تكون غير صالحه، قد الموضوع جميله. اي. لكن تقديمها بمواصفات مش قياسيه، مو مناسبه للتسويق. زين. اليوم المنصات ما عندك دقه 4K، عندك صوت 5.01، تمام. هاي تقنيه ما عندناها بالعراق ببساطه. احنا نفتقر لكثير امور البلد، بدءا من لوجستيك، انتهاء بالعنصر التقني. الان 29 عمل كوادر من كل الدول،
تجيب مضطرا. نعم تجيب ما شاء الله حضرتك لما تقول 29 عمل أي. يعني احنا نتكلم لو كل عمل برنج بسيط 50 شخص قاعد نتكلم على كم؟ على 1500 صح. عندنا العراق 1500 فني قادر على انه يخوض معترك انتاج الدراما؟ لا ما عندنا ما عندنا. فنضطر انه نجيب من برا. من برا انا كنبيل طاهر كدرب التبانة الجا للبرا لانه اتوقع اكو خبرات هم عدونا بيها فتره الحصار اللي منعتنا عن الانتاج فتره ما قبل التغيير 2003 هم سبقونا بكثير بالتكنولوجيا والخبرات. فلما باشرنا عجله الانتاج بعد 2003 مو لان ارخص؟ لا 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 بالعكس بالعكس قد مرات تجيب ارقام فلكيه تكون مفطر. هاي واحده من عناصر التسويق ايضا أي. انه انت تجيب المخرج الفلاني ياخذ عندك رقم قد يكون ضعفين او ثلاث اضعاف المخرج العراقي. يعترضون شبابنا يعترضون يقولون ليش المنتجين يجيبون من برا؟ ليش احنا ما نشتغل؟ يقولون احنا كمدراء تصوير كاضاءه هذا كلام منطقي منطقي 100% بالمحصل انا كمنتج جدا جدا أي. جدا بالمحصل انا تاجر تمام عندي رواب عوامل الربح والخساره من تجيني حضرتك تقول لي انا بلال الامير انا مخرج نزل لي مسلسل اقول لك من عيوني حاضر شنو منجزك اللي يخليني انا اثق انه تعبرني النظافه الاخرى بدون خساره تمام هاي القضيه يعني ليزلون عليه شباب هي مش تعالي انما عندهم هاي النقطه انه انا لازم انزل المخرج زين طيب احنا خلينا نرجع شويه للخطوتين للخلف خلي زلون عند اصدقاء الاكاديميين احنا هل عندنا مؤسسات اليوم تدرس تخرج لي مخرج مكتمل يعني اكو مشكله المناهج اللي قاعد ندرسها بالاكاديميه انا خرج اكاديميه سنه 96 بس هي الاكاديميات ترى التجربه هي اللي تصنع العمل استاذي النظريه تؤسس والجانب العملي يبني يعني تجربه لازم اكيد اذا هو ما يلقى تجربه وين شلون يصير تقدر تشتغل لا مستحيل نعم محتاج انت نعم دكتورنا ممكن عفوا استاذ نبيل تذكرت نقطه مهمه قلت انه احنا بضمن الحروب او الامور اللي مرت على العراق فبالتالي باتت انتم تجيبون الاشخاص من الخارج ولكن في كثير من العراقيين الخارج استثمروهم وخلوهم يكونون موجودين وين الضرر انه اليوم احنا نستقطبها شبابنا او الاشخاص اللي عندهم كم كبير من الكفاءه بالخارج نجيبهم للعراق لا هذا حاصل هذا مهم لكن شبابنا العراقيين الله يحفظهم اللي هم بالخارج اغلبهم راح باتجاه السينما ما جاب منطقه الدراما وهناك فرق واسع بين طبعا إيه طبعا السينمائي. احنا عندنا بشكل عام يعني بشكل عام فاغلبهم في السينما يعني حتى صراحه يعني انا شويه منحاز للعراقي يعني ومنحاز للفني العراقي واللي يعني كل ودليل عندنا اسامه سميسم من المخرجين المهمين جدا واللي ما فد يوم سوى عمل اذا مو بصمه حسنت وانا اخر شيء شاهدته الى الفن واهله نعم. قناة عربية سوى ترند حسنت. بمونتاج بدون حسنت. أي زيرو حسنت. يعني حسنت. كوست زيرو حسنت. فالعراقيين يعني عندهم ما شاء الله بس أكو شغلة أكو البعض الآخر يقول لحد الآن إحنا ما ماخذين راحتنا بالعراق ما عندنا حرية بالأعمال إحنا مدى نقدر نفرش اوراقنا ونفرش المشكله العالم عندها هاي الايام هاي صارت يعني يومين البارحه واليوم صح لين عاد راكور عندي مسلسل كاسر السنه الماضيه اي الان لين عاد بنفس القناه سبحان الله الان عالم استوهيب عالم استوهيب اي يعني البارحه نزلت بوست قريت طلبت بي ببساطه انه وضعونا معايير نعرف نشتغل على اساسها تسوي لنا طريق بالضبط حطي قانون انا اشتغل به وانا اسال نفسي من اجل الزم نص هل انا اشتغل ببلد الاعلام به موجه ولا حر؟ مفروض حر مفروض حر المفروض لكن الواقع يقول لا تمام؟ الاصوات اللي صعدت وعلت خلال ال 24 48 ساعه مضت صح تدافع عن قضيه بديهيه بالعكس قد يسيئون اكثر ما ينفعون هم خليني اتكلم شوي بنفس طائفي بسيط اقول انه المذهب الشيعي اسس شخص اسمه علي بن ابي طالب هذا الاسم تتفق عليه الكونين اوكي صح ثبته الحسين بن علي هل راح يجي اسم ممثل في شخصيه عمل يهز هذا المذهب؟ لا هذا الاسم انمنع ورود على المنابر لعصور عشرات السنين وصل الى سبه وصل الى هدم قبوره وصل الى 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 الى, إلى. هل تغير المذهب ولا قوة؟ لا قوة. لأنه مؤسس صح.
اليوم احنا نحتاج مساحة الحرية. خلنا نختلف يا أخي، قد أكون أنا ضدك، زين اسمع وجهة نظري، ليش تقمعني؟ طيني مساحتي. أوكي، أنا بلد حر، بلد فقد مئات الآلاف وعشرين سنة حرب مستمرة لا نزال من 2003 لليوم. لا هي مسألة حريتنا، مسألة المنع و لا لا هذا هذا ذبح، يعني ذبح هذا. احنا خاصة احنا جينا يعني صراحة مثل اللي يلجم من تقول لي على هاي الشغلات. يستذكر ذيك الأيام اللي كان بيها منع واللي كان كافي، احنا استاذ مو عالم استوهيبة الجزء الأول المنع لما طلع صح صح عرضت عنده حلقة واحدة والمنع ما رجع نعرف إلا على التلفزيون شباب. عالم استوهيبة ممول من اليونيسيف، هل أكو واحد شاف العمل وما شاف بيه؟ عالج قضية الزواج قاصرات، عالج بالفقر المدقع، الفقر اللي يخلق المجرم، الحصار الاقتصادي، الحصار والجوع، عدم توفر أبسط وسائل العلاج الصحي للمجتمع في حينها، كلها عالج مسلسل واحد. صح يا صديقي، ببساطة الفن هو مرآة الشعب للآخر. الآخر من يكون؟ من يكون سياسي بلد آخر، ثقافة أخرى، وعي آخر. وهنا خلي أدخل لك بتفصيلة صغيرة، مثال صغير الدراما التركية. خلينا نشوف اسطنبول أو تركيا قبل 15 سنة كيف كانت ولين كيف صارت، شو استقطبت وش عملت من خلال الدراما. طبعا خلينا نشوف الدراما السورية سوت وش من خلال الدراما. صح، انطوا عنا مساحة نصنع. احنا مو خونة، احنا عراقيين. صحيح. حال من حالك، احنا مو كفرة، احنا مسلمين. حال من حالك، تمام. قد ما اوصل لمرحلة ان اتكلم بطائفتي او مذهبي لان عراقيتي اعلى، تمام، لكن انا ما مضطر انه اتعامل لك بالنفس اللي تفرض عليه. من تكون؟ لا شك بعلاقتي. المشكلة هو شنو يعني مثلا اللي دا يتحكم بهذه التفصيلة؟ يعني مو هي المشكلة هسه، خلي اكو محاكم، اكو قضاء، اكو محاكم، خلي يصير قانون بيها. شوف يعني غير اكو مثلا اشياء. اذا نجي ببساطة اعتبر خلاف شخصي بين بلال وبين نبيل، ايضا راح نقدر نتراضى. اي شو اللي يرضيك؟ واحد اثنين ثلاثة. شو اللي يرضين؟ واحد اثنين ثلاثة ونتفق ونمشي. صح. طيب هذا مجال شخصي، مجال محترم ومحترف عندنا نعمل به. حط لي قانون وقل لي هذه محرماتك وهذه مسموحاتك اللي تتقرب هنا. صحيح، تمام. ليش؟ لأنه هذا عمل أكل جهد من ما لا يقل عن 150 إلى 200 شخص. صح. لمدة 6 أشهر. حضرتك يمكن تعرف، طلعت على عملنا أكثر من مرة وتعرف عنه أنه تمر 4-5 أيام من نام. طبعا 3-4 أيام من أكل. صح، مشهد الواحد هذا يبقى ساعات بالضبط، حتى نطيق دقيقة مشاهدة على الشاشة هتجي الأيام أنه ننتجه. صحيح، تمام. طيب أكو قضية بسيطة، طيني مساحة الحرية وانت بيدك مسدس ريموت، ما عجبتك قلبني شوف غيري. هذا صحيح، يعني يمكن استاذ نبيل خلي انه هذه النقطه احنا لازم كان نوجهها وتكون لها فقره خاصه ببرنامجنا وتتحدث عنها. مش فقره، ما راح يكفيها. صح، واكيد ما راح يكفيها، ولكن انه هذا اليوم احنا مثل ما انت ذكرت هاي مش اول مره تصير. نعم. هذا عملين. نعم. العام صارت. نعم. نعم. وكنا احنا كذلك متضايقين صراحه على انه الجهود اللي بذلت بلمحه بصر راحت وما عرضت. بالضبط. يعني احنا جدا حزينين اليوم لوجود مثل يمكن هذه نقول عقبات هي تكون موجوده، ما كان المفروض انها تكون موجوده، خصوصا بعد الاطلاع. لان بالاخير انتم عالم ست وهيبه مثل ما احنا يمكن خلال اول ايام من رمضان الى اليوم احنا ناقشنا المواضيع اللي راح تطرح بيها، كلها مواضيع اجتماعيه من ضمنها المخدرات او غيرها، هي افات اليوم موجوده، معالجاتها كانت موجوده من خلال المسلسل يعني. بالضبط. فبالتالي يمكن اكو بعض اللوم او العتب على بعض المنتجين انه يكون اكو تسليط الضوء على الاعمال خصيصا في شهر رمضان بهذا السباق الكبير. يعني اليوم نتكلم ليش اليوم ما يكون اكو عندنا انتاجات كثيره تتخلل باقي الاشهر، يعني مو فقط رمضان. السؤال اسهل، تفضل. طيب اني كشركه اعمل بالعراق بوفق نظام اسمه المنتج المنفذ. اي طيب، هل انا غير قادر على الانتاج؟ لا انا قادر. إذا أنتجت هذا الإنتاج، هل أنا قادر على أنه أبيعه لأكثر من محطة عراقية؟ لا لا. هي هاي مشكلة هاي. طيب فلما أروح أنا متى محكوم؟ محكوم بمزاجية القناة أو البراير تبع القناة متى راح يكون على الطاولة؟ راح يتذكر قناة الشارع. ليش ما تقنع أنت؟ أنت دورك هم تقدر. بلال لسه نطلع على شعار. لا موضوع مو سهل. يعني ما نقدر نقنع؟ لا لا لا، شوف مصر تنتج عمل. تبيعه يعرضوا بمصر، قناة مصر طبعاً ومنصة وجد و
ويبيعوا ام بي سي ويبيعوا شاهد ويبيعوا الخليج. لا لا وعداها الباحث شفت على منصات روسيه شفت على منصات كوريه يعني ينباع لي اكثر من جهه. ليش؟ التسويق. هاي النقطه الاولى اللي ذكرناها صحيح. نعم ست قضيه التسويق انه هذا العمل اعد انصرف عليه ميزانيه وقدرها كذا مليون دولار حتى يطلع فوق هاي المواصفات اللي تخليه مطلوب للتسويق. مو روح اركض اتوسل لسوقه لا. لا هو يركض وراك بليز انطيني الساعه الفلانيه وتفاوضه وتقول لي نعم او لا. حلو هيك طبعا هذا الانتاج الصح استاذ. هسه اكو نقطه ثانيه قبل ان نغادر موضوع المشاكل اللي صارت. هو اللي يريد انت منتج وتعرف اذا تريد تمرر موضوع معين صعب؟ لا ابدًا اصلا ما يحس بيه المقابل ابدًا. تحكي لي بهاي النقطه يعني يا ريت يعني هو ترى الاشياء اللي هيك دا يقولون عليها هاي فلان شغله هاي يعني بينه هي ما لها علاقه بالموضوع. لا اقول لك انها قضيه بسيطه. ليش اقول لك دائما للفنان الدراسه النظريه هي الاساس والتجربه العمليه هي البناء. الفن لما درسناه عرفنا انه هو باب للتاويل المطلق. انا افسره وفق نبيل منهج ثقافته ووعيه، بلال يفسره وفق بلال منهج ثقافته ووعيه. زين. اوكي؟ يبقى اكو مشكله وين؟ مو لا بلال ولا بنبيل، بالمتصيد. كيف هذا؟ هذا غير الموضوع. هذا صار برات الحاله. لا اقدر انا عندي عليه سلطه ولا حضرتك عندك عليه سلطه. صحيح. المشكله وين؟ هذا المتصيد صاحب قرار اليوم. هي المشكله. فقط. ايه. اوكي؟ على فكره انا عملي الان على القناه العراقيه. ايه. قناة الدولة اللي فيها بروسيجر صعب دقيق ما تعبر من عنده كلمة حرف زين تمام. لكن مع ذلك لما نوصل للمونتاج يجون فحص أو بعد فحص يجي يقول لي بعد إذنك هاي الجملة قد يساء فهمها بمكان الفلاني. هو أيضا يريد يسيف نفسه لجمهوره. فهمني؟ ليه ما تأثر؟ ما تأثر أبدا على أن لا تسيء السياق الدرامي للمشهد أو للحلقة. يعني المخرج ما ينزعج من إنه يشيلون من عنده أشياء. قتلة. قسم لك. يعني. كأنه. هو باني. ضربة طلقة براسه. لما تشيل من عنده كلمة من مشهد مو مشهد. كأنه ضربة طلقة براسه. هذا منجز فني. ما يعرف وجعه وجماله وحالاته إلا العامل به. صحيح. إلا اللي يعرف كيف يطلع. دقيقة حتى أنطيك دقيقة على الشاشة تشوف ببساطة. أنا أحتاج 3 أيام عمل مستمرة. أنطيك دقيقة. تجيب ببساطة حضرتك ما حبيت لي اقلب شوف غيري. إيه؟ طيب هذا العمل اعتبر بي اساءة 4 أضعاف من هذه بثت قناة برا انا ما اعرف اجيبه واحد على التلفزيون كلش عادي. هاي ازدواجية استاذ. ايه استاذ ابي يمكن انت ذكرت نقطة جدا مهمة وكان مختصر لهذا الحديث. مهمة لا هاي اخر وحدة المتصيد. اليوم حرفيا المتصيد فعلا للاعمال الكبيرة المهمة صاروا هم متربصين لابسط الامور وحتى لو ما كانت هي تعني هم يخلوها تعني هم يخلوا لها ابعاد اخرى تكون اكو اشياء ثانية هي اللي توجه الى هذا الموضوع. اليوم احنا بحاجة الى يمكن حتى وعي اكثر من مو فقط الى قانون قبل الوعي. لازم الان الخطوة المرحلة اللي احنا بيها الان محتاجين لقانون. نعم لازم صحيح. لازم نقابة الفنانين العراقيين دكتور جبار جودي البطل اللي ابدا هذا تلقي سباق في اي ميدان قبل الكل لازم يتدخل. نقابة الصحفيين ايضا معنية. نقابة المحامين هيئة الاعلام والاتصالات ايضا معنية. اوكي شبكة الاعلام العراقي ايضا معنية. صحيح. لازم نضع قانون نعمل على اساسه. يا ناس احنا جايين نقدم متعة احنا جايين نقدم شيل الناس تستمتع به وتشوفه وفائده ايضا طبعا اكيد متعه وفائده قبل شويه وكل قبل شويه حكينا عمال غيرت قوانين الدول صح تمام. وبغض النظر عن هذا كله انت جاي تنافس جاي تريد توصل العربيه 29 عمل استاذ 29 عمل ما مر التاريخ العراق فهذا قد شغلت من قطاع صح قد شغلت من الناس طبعا جيت اظهرت صوره جميله للبلد. لما اصدقائي المصريين نبيل انت مشغول السنه اقول لهم يس انا مشغول. طيب متى جاي؟ اقول لهم والله في زحمه مسلسلات. كم مسلسل يا رجل؟ 3 4؟ لما تقول 29 ينفزع صح. يخاف صح. مو وساي ازدك من شعر بيت راح اشوف خلال سنه سنتين وتذكرني. راح تلقى شركات عربيه جايه للعراق تنتج اعمال عراقيه صح. وبالتالي هذا يرجع الى النقطه المهمه القانون والنقاط اللي تكون موجوده هي حفاظا لي اصلا للشخص وحفاظا كذلك للعمل والجهد اللي كلمتي انا عراقي لا شك عراقيتي انا مسلم لا شك باسلامي. اوكي ابدا انت مو افضل من عندي انت تدور طشه دور بمكانك بس مو على حسابي مو على حساب جهدي على حساب ناس ما نامت ما اكلت ما شربت حتى تقدم لك منجز تفخر بي يعالجك مشاكل لواقعك صح. احنا كلش نشكرك استاذ نبيل ممنون.
استاذ نبيل صراحه يعني وصلنا احساسك، وصلنا حرقه قلبك. أيوة. اللي موجوده على هذا الموضوع صراحه. نعم. معاك حق، ونتمنى انه احنا هذا الصوت يوصل، نحن بحاجة فعلا إلى أنه تكون هناك قوانين، هناك رقابة أكثر، هناك حتى تفهم من الأشخاص ودون التصيد. شكرا أستاذ نبيل طاهر. شكرا لك. مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، نترككم مع بقية برامج اليو تي في من نور رمضان، نقول لكم في أمان الله، مع السلامة.